صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 54 لسنة 2021 بتعيين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز شركة مساهمة بحرينية مقفلة شين ميم باء ميم. جاء في المادة الأولى: يعين سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى رئيسا لمجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز.